هو تاني الحدوته اللي احنا كنا عايزين نعمل ايه؟ ان لو عندك سويتش ايه عايز يوصل لبي وسي وما بين بي وسي في كابل، فاللي حصل ان البورت دي بقت بلوكس. تاني المفروض احنا عايزين نوصل لايه؟ لو الكابل ده اتقطع يا ترى البورت البلوك دي هتشتغل بعد كام ثانيه؟ فطالما الكابل ده اتقطع البورت دي هتشتغل بعد كام ثانيه؟ هيطلع بعد 50 ثانيه. طب جت منين 50 ثانيه؟ الحدوته عامله كده بالظبط. اول ما الكابل ده يتقطع هيبدا السويتش بي فقد الاتصال بالرئيس من الناحيه دي، واصلا هو فقد الاتصال بالرئيس من الناحيه دي عشان يبلوك البورت. هيفترض ان هو الرئيس وهيبدا يروح بقى يقول انا الرئيس. بس في نفس الوقت سي شايف ايه؟ سي شايف ان في يعني كونتراديكشن في البي بي ديوز. واحد بيقول انا الرئيس، واحد تاني بيقول انا الرئيس، وفي الحقيقه الرئيس القديم هو اللي يستحق. اي ام روت. المهم بيفضل عامل ايه؟ بيفضل سايب البي بي ديو القديمه اللي كانت بتيجي من الرئيس القديم لمده 20 سنه. ما كانش يقدر ياخد قرار وان هو يختار انه يفتح السكه غير لما البي بي ديو دي تكسبير. بعد بالظبط 20 ثانيه البورت دي هيتشال البي بي ديو القديمه اللي كانت قاعده بتلف من الرئيس الموجود قديم. وبعد 20 ثانيه هيقرر يعمل ايه؟ يقول لك انا شايف ان البي بي ديو اللي بستقبلها دي وحشه جدا، انا شايف ان البي بي ديوز اللي بستقبلها من فوق دي احسن بكتير، لازم افتح البورت دي واخليها ديزيجنيتد. هم يوم هيقرر ان هو يفتح البورت دي ويخليها ديزيجنيتد هيخش في الليسن ستيت. مجرد اصلا ما داخل في الليسن ستيت بدات البي بي ديوز بتاعه اي ام روت اي توصل لده اي ام روت اي، وده هيحصل له ايه؟ ده هيسقط. يعني من الاخر البي هيسقط بعد كام ثانيه؟ بعد بالظبط 20 ثانيه. 20 ثانيه كان قاعد بيقول فيها انا رئيس انا رئيس انا رئيس انا رئيس، البورت دي فتحت هيبدا يروح سامع بي بي ديو تقول ان الروت هو ايه؟ ده خلاص سكت. في نفس الوقت اللي دي كده دخلت في الليسن ستيت، ده سكت وبدا يخش هو كمان في الليسن ستيت، يعني الاثنين دخلوا في الليسن ستيت مع بعض. 15 ثانيه بقوا في الليرن ستيت مع بعض. 15 ثانيه هيبقوا في الفورورد ستيت مع بعض. بس البورت دي هتتحول لايه؟ دي هتتحول لديزيجنيتد. وده بعد 15 و15 هيحول البورت دي لايه؟ هيحول البورت دي للروت. بقى شكل الشبكه عامل ازاي؟ بقى شكل النتورك كده، ان السويتش ايه؟ عنده دي ديزيجنيتد بورت. وسويتش سي عنده دي روت بورت. وسويتش سي هو الاقرب للريس دلوقتي من دي ديزيجنيتد بورت. وسويتش بي ما عندوش غير طريق واحد للريس فهو ده اكيد روت بورت. فتبقى الشبكه بالحال اللي موجود على اليمين دوت بس عيبها زي ما انت شايف 50 سكندز ات ان دايركت تشين. ونفس الحال بالظبط لو ريس سويتشات وقع. يعني لو في كيس من كيسز اف روت فين؟ لو رئيس سويتش اتوقع ايه اللي هيحصل؟ لو رئيس سويتش اتوقع كل سويتش هيفضل محافظ على البي بي ديو اللي خدها من الرئيس 20 ثانيه. بعد 20 ثانيه البي بي ديوز اللي خدوها من الرئيس هتكسباير. هيبقى كل واحد منهم يقول لك لازم نفكر من اول وجديد. هيخشوا كلهم في الليسن ستيت 15 ثانيه. هيخشوا كلهم في الليرن ستيت بعد كده هيبتدوا بعد 50 ثانيه كاملين كلهم منتخب رئيس جديد بروت بورس جديده بيتزجنيتد بورس جديده. فعيب دايما الاندايركت تشينج في السبيننج تري فيرجن 1 انه بياخد وقت طويل. محدش عنده فكره نسرع بيها هذا الاداء. اول ما يقع عرف. طب ويعرف منين ان هو ده مش رئيس الواقع؟ يعني يعرف ان ده مش رئيس واقع وان ده عباره عن انفيريور بي بي ديو بفهم الخطر. ليه بيستنى 10؟ 10 في الالو عشان بس البي بي ديو دي بتبقى لسه موجوده. يعني البي بي ديو لسه موجوده فيقول لك انا ما عنديش تغيير. يعني بقول لك انا مش حاسس بتغيير. انا كل اللي انا حاسه ايه؟ حاسه ان البي بي ديو دي بس الاكسبيرشن تايم بتاعها بيقل وان الكلام اللي بيحكيه الراجل ده كلام اي كلام، يعني كلام ضايع. بعد بقى ما قعد 20 ثانيه ولقى ايد مسحت قال لك لا ده بجد ده في تغيير 20 ثانيه ما حصلهاش ابديت تكتيك اقلل الماكس البلوك بورت ما تبعتش فيديو تستقبل بس مش حاسس يا في سكند قلل الماكس هو الروت الاصلي موجود ممكن يخلي البلوك بورد ما تسمع رقم بورد للروت ما يحاول الروت بورد يخلي البلوك بورد ما تسمع بدل الديزيجنيتد بورد هيبقى الروت بورد على طول يبقى حاسب من الاول مين بدل الديزيجنيتد استنى كده لا بس بدايا لا على اه على ده بس ما هو ده ممكن يطلع في وقت حقيقي بجد ان الرئيس وقع هيعمل باف تاني ان هو يوصل للرئيس او يوصل بس لو بعدنا بنفس البروسيس دي بدل ما يبعت بدل الرئيس الجديد يبعت ونعمل اخوات جديده ابليك فاست ينفع؟ حلوه دي ما هي دي اقرب حاجه بس ازاي اعرف دي اقرب حاجه النقطه ازاي اعرف برضه ان هو حضرتك طيب انا طرفهم راضي مع الحل بتاع مشهور يا باشا طب ما تيجي يعني هو في الاخر بالظبط هو سي فعلا حاسس بايه؟ جاي له اثنين بي بي ديوز واحده القديمه العاديه والثانيه انفيريور قد ما شايف يلغي على طول
حلو منك دي. طيب بصوا انتوا قربتوا قوي، اقول لك اساسكوا عملتها ازاي. ان اللي انتوا حطيتوه ده تقريبا هو اللي اتحط في الرابت سبيننج تري. في الاول ما حطيتوهاش بالشكل ده، يعني بشكل دولتو، بس هو الرابت سبيننج تري اللي بيفكر بالشكل ده. مجرد ما يسمع ان فيير فيديو يعرف ان ده اندايركت تشيك. طب تعالى اقول لك هو اساسكوا فكرت فيها ازاي. طب الاول لو حد بينقل لو حد بينقل انقل براحتك اهو، انا تمام. لو حد بيحط اي افكار بفكر فيها عندك. بس هو التوبول هنا في الماتيريال مختلف. انا هتلاقي تقريبا دي معكوس مع سي ولا صح. والفكره الفكره مختلفه شويه صح. معلش يعني هي بس في الماتيريال هو محطوط تقريبا دي مكان سي اولا، والكابل اللي مفصول محطوط كده في النص. هو فمعلش يعني بس لخبطت الاثنين مع بعض. مش مهندس. يعني الفكره في الماتيريال يعني مختلفه شويه في شرح الاندايركت تشينج. مش مهندس. فكره؟ سؤال. هو ليه طيب ليه بيستنى 10 بي بي يو عشان يبتدي يقارن ما بين الاثنين؟ هو اوريدي البرايس بتاع البي بي يو اللي جايه له من ايه؟ تمام. احسن من اللي جايه له من البي بي يو. بص انت قربت توصل قوي. هو بيبقى خايف من ايه؟ خايف يكون البي بي يو اللي جايه له من ايه دي متخزنه عند السويتش قبله. يعني ايه فعلا وقع؟ يبقى خايف ان يكون السويتش ايه ده وقع. وان البي بي ديوز دي كانت متخزنه في بافر بتاع السويتش قبله، بعد بيبعتهم له نفس السيستم اللي هي كل سنتين. هو ده اللي مخوف. فانت قربت بقى قوي. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين السويتش اللي يحس ان في اثنين بي بي ديوز كونتراديكتنج مع بعض يتاكد ان الريس بجد هو اللي بيبعتها، مش حاجه كانت متخزنه. انت حطيت ايدك على الموضوع ده صح؟ انت هدي نفس الفكره؟ كنت هقول احنا روح بقى ادي مثال بس مش تطلع ادي مثال. اسمع كويري لو، تعالى احكي لك بقى شويه فكره فيها ازاي. ممكن نلعب في ممكن نلعب في الماكس سيرج. طبعا دي فكره احسن حاجه. الدراما شغلتك بسيطه، كنت غير الدايمتر يقال لي ماكس من ايه، تقال لي تايمر سيرج وتقال لي فرو دري. انت عرفت الطريقه كمان. طيب بص بقى اضربنا ايه خلاص الدايمتر وده ماشي. احنا في الاواخر في الخامس. لا 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 ماشي خلاص. يا يعني وصلنا هنا ونيجي الحلقه اللي جايه نرسم دي هنا عشان نشرح اللي حصل على الاقل. هنكمل دي وناخد بس الساعه كام؟ الساعه كام؟ بص بقى ايه الفكره اللي فكرت فيها الجماعه بتوع سيسكو؟ قال لك احنا هننزل فيتشر عشان انهانس كل الانهانس الاندايركت تشين. طبعا فلوسهم كتير يعني انهانس الاندايركت تشين الباك بوم فاست اللي هي فيتشر اسمها الباك بوم فاست. ما المقصود بكلمة باك بون فاست؟ اللي هو الكور. أي حاجة كونكتد. اللي هو الكور. صح. اللي هو الكور. الكور نفسه هو باك بون. فاحنا عايزين نطمن بسرعة إن الباك بون كور شغال. فاست. عايزين نطمن إن هو شغال. طيب إيه الفكرة بقى بتاعت الباك بون فاست؟ الأول أقول لك إحنا كونفجرها إزاي؟ أنت توقعاتك هنكونفجرها إزاي؟ سبانينج تري. باك بون فاست. وده اللي خرجنا بيه من محاضرة النهاردة. بالظبط. سبانينج تري بورت فاست، سبانينج تري ابلينج فاست، سبانينج تري باك بون فاست. بس كده هما الثلاثة. معلش لكن هي العربية في داش ولا مفيش؟ ايه ده؟ ايوه بالظبط. في الحاجات في البلوك بورت في البلوك ستيك. لا حلو. لا مفيش داش. ايه ده مفيش داش؟ مش تقول لي ايه مفيش داش؟ بقول لك مفيش داش. طيب الحمد لله. كده دوره دايما في الكورس يقول لي الداشات فين مكانها بالظبط. انت حسابك انت طالما بقيت سي سي اي ده دور السي سي اي هام يقول لي الداش مكانها فين. ومفيش سبيس اهو لازقين في بعض. مش كده متاكد داش ولا لازقين في بعض؟ بص بقى ايه السؤال ده. سؤال عالمي كور طبعا. لازم هتعمل الكوماند ده اون روت اند اول اذر سويتشز. معنى المره دي يعني كتبت لك اون روت وكنت كده انا بقول سيرش خلاص. تاكيد وتوكيد اون روت. اصل كنت هتسال لما كنت اقول اون اول سويتشز كان السؤال هيطلع مش مهندس وهتسال كاميرا يعني على روت كمان. فانا قلت ريح وانجز اون روت اشتري دماغي اون اذر سويتشز. يعني نريح الكاميرا شويه، الكاميرا بتصور كتير على الفاضي. فانا كنت كاتب لك اون اول سويتشز ومنهم الروت. اون روت اذر سويتشز اقدر اللي هم اللي مش روت يعني. ايوه يعني من الاخر لو عندك 100 سويتش هتكتب الكومنت على مين؟ على 100 سويتش خلاص؟ هم بقى بيعمل ايه؟ امر باك بون فاست. امر باك بون فاست اف سويتش هير
inferior DBDU فبيشتغل السوفت وير بتاع الباك بون فاست ده لو لقى بس ان في سويتش سمع inferior DBDU. اصل بص inferior DBDU بتبقى ليها سببين، يا بجد الرئيس وقع يعني فعلا الرئيس وقع وساعتها فعلا مضطرين احنا نعمل انتخابات تانية نقول جديد، رئيس سويتشات وقع وساعتها مضطرين احنا نعمل انتخابات نقول جديد يا اما في indirect change. فانفيريور DBDU معناها يا اما فعلا في indirect change وده حلها سهل، يا اما الروت فيل ودي بقى اللي حلها صعب. الروت فيل دي ملهاش حل، هناخد لازم الوقت عشان نتفق من اول جديد ونختار خطه ثانيه من اول جديد، دي كده كانها ستارت اب تاني. المهم السويتش بقى بيعمل ايه عشان يتاكد يا ترى هل ده indirect change فانجز واشغل الدنيا بسرعه ولا ده روت فيل ده فاستنى الوقت كله؟ ده اللي هيعمل السويتش. السويتش اللي هيحصل له تشينج هيسمع انفيريور DBDU سويتش ويل سند ار ال كيو رساله اسمها روت لينك كويري. من الاخر السويتش اللي بيحس بانفيريور DBDU هيعمل ايه؟ هيطمن على الريس. قال له هو ريس انت لسه موجود؟ لو الريس قال له انا لسه موجود يبقى ده ايه؟ inferior DBDU والرئيس موجود. ساعتها المفروض السويتش يعمل ايه؟ السويتش يسرع الاداء بدل ما كان يقعد 20 ثانيه قاعد بيسمع في inferior DBDU دي خلاص يبدا يشغل البورت بتاعته على طول. يعني تاني ايه اللي هيعمله سويتش زي سويتش سي؟ سويتش سي اول ما هديله DBDU بيقول له ايه؟ اي ام روت انا بي مع اول DBDU هاي مش هيستنى 10 DBDU مع اول DBDU هاي هيبدا يروح سي باعت رساله للرئيس روت لينك كويري يا ريس انت موجود؟ ليه بقى كان لازم نشغل سبانينج البورت الباك بون فاست على كل سويتشات؟ عشان كل سويتشات لازم تبقى فاهمه الرساله دي فيعملوا لها فورورد، مفيش حد من السويتشات يروح عامل لها دروب. فروت لينك كويري توصل للسويتش اللي بعده، لو السويتش اللي بعده مش الريس ابعتها للي بعده، مش الريس يكون فاهمها ابعتها للي بعده لحد ما توصل للريس. الريس يرد. طب لو ما جوش روت لينك ريبلاي لو الريس رد والبورت جالها روت لينك ريبلاي ينفذ الثاني بدل يعني اول خطوه ايه؟ ثاني خطوه ايه؟ ثالث خطوه ايه؟ رابع خطوه هيلسن بعد بقى بالظبط رابع خطوه هيبدا البورت اللي هي البلوك تتحول على طول تو ليسن ويبدا طالما حول البورت ليسن هيسكت اللي بيقول ان هو ريس. يعني طالما البورت بدات تشتغل بقت خلاص تفكر ان هي هتبقى ديزاينيت البورت ايه اللي هيحصل؟ في نفس الخطوه اربعه بيخلي البورت لسن وبيخلي الاشاره بتاعه الروت الاصلي هو روت ايه تسكت بيه بدا بي وبدا سي هما الاثنين كده في لسن ستيت تقريبا في نفس الوقت او يعني في كسور ثانيه فرق عن بعض. تاني البورت دي بقت لسن ففتحت وعدى البي بي دي يو بتاعه ايه فبي ايه اللي حصل له؟ بي هو كمان سمع البي بي دي يو بتاعه ايه هيعدوا مع بعض 15 ثانيه وبعدين هيعدوا مع بعض 15 ثانيه وبعدين هيوصل للفورورد. للاسف الشديد الطريقه دي مش بتوفر وقت كتير. الطريقه دي كده وفرت بس وقت قد ايه؟ هم ال 20 ثانيه بتوع الماكسيمم ايج. يعني تاني على الرسمه الكبيره ايه اللي بيحصل؟ اول ما سويتش يسمع ان في انفيريور بي بي دي يو واحد يقول انا رايز والتاني يقول انا رايز هو نفسه بس يطمن هل ده بجد الرايز حقيقي ولا دي بي بي ديوز متخزنه في سويتش قلبي في الغلاف بتاعته في الميموري بتاعته وقاعده تطلع بس تباع بشكل بيريودك. فاول ما بيحصل انفيريور بي دي يو بعد اول واحده يروح باعت ايه يقول له يا ريس انت عايش؟ لو ايه رد عليه قال له ايوه عايش روت لينك ريبلاي ساعتها السويتش ده بيفلاش دي على طول بيمسح دي على طول ويبدا يشغل البورت ليسننج. واول ما يشغل البورت ليسننج كده البي بي دي يو بتاعت الريس هتوصل لبي فبدات برضه البورت بتاعت بي تشتغل هي كمان ليسننج فاصبح الاثنين بورت بقى قاعدين ليسننج 15 ثانيه فورورد 15 ثانيه هيبقوا وصلوا للكونفرجنس. يعني هنقلل الوقت من 50 سكند يوصل بالباك بون فاست ان الكونفرجنس تايم بقى 30 سكند. يعني من الاخر هسالك ثلاث اسئله ونروح. السؤال الاول لو شغلنا بورت فاست يا ترى البورت فاست لو حد وصل عليها هيكونفرج بعد كام ثانيه؟ زيرو ساعتها بورت فاست ساعتها زيرو سكند. طيب ولو عندنا شغلنا خاصيه الابلينك فاست لو سويتش عنده فعلا دايركت تشينج حصل هيبدل البورت فورد ويخليها تشتغل بعد قد ايه؟ زيرو سكند. الاب لينك فاست ولو اب ده الاب لينك فاست. يعني
يعني البورت فاست زيرو سكند كونفرجنس، لوبينج فاست زيرو سكند كونفرجنس، الباك بون فاست لو شغلناه ات ان دايركت تشينج البورت هتاخد وقت قد ايه؟ 30 سكند كونفرجنس. بشكرك على هذه شفت بقى السي سي دي ايه ده؟ لا تمام الحمد لله. ايوه شجعني بقى، انا عايز معلومات ترتفع. دي بقى تعتبر اصعب محاضره في الكورس. لو انت عديتها مش مصدقها. لا اللي قبل اللي فات كانت اصعب. اللي فات كانت فيزا تشالنج؟ لا فيزا تشالنج. بص يعني ايه اهو؟ يعني في ناس بتشوف ان المحاضره